السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى، عندي سؤالين لحضرتك. تفضل. السؤال الأول، الشحناء يا شيخ مصطفى، هل لو أنا لي حق عند شخص، حق مالي، أخذ مالي وظلمني، فأنا من الطبيعي شايل جوا نفسي إني أنا لي حق عنده عشان ما أخذتوش، هل ده يدخل في باب الشحناء؟ لا لا لا. طيب الحياة الثانية،